25 سؤال بجد؟ اه ممكن اقللهم لك مفيش مشكله. المدرب الوطني افضل لمنتخب مصر من الاجنبي، نعم ام لا؟ مش في كل الاوقات، في الوقت الحالي. الحالي الوطني نعم. اللي بعده حسام حسن استطيع قياده المنتخب للتتويج ببطوله الامم الافريقيه، نعم ام لا؟ للتتويج بامم افريقيا، الفوز بيها 25 لا تبقى في المغرب، نعم. اللي بعد فكرت كتير انت، ها؟ لا بشوف ايه الحيثيات يعني. ماشي. اؤيد ضم لاعبي دوري المحترفين للمنتخب الاول، نعم ام لا؟ تسبيه؟ لا. اللي بعده ارفض فكرة تكوين منتخب للمحليين، ترفض؟ لا بالعكس، ده انا اشجع. تشجع طبعا، لان يعمل لك يكون لك منتخب قوي جدا ويبرز لعيبة. تحب تمسك مدير فني المنتخب مصر المحليين؟ لا. لا ليه؟ لا انا مؤمن بالفكرة بس ما امسكوش. اللي بعده كولر تفوق على موسيماني في قياده الاهلي، نعم ام لا؟ كشخصيه اه، بس كبطولات لا لسه. ماشي. المشاهد دي نعم ولا لا يعني؟ عشان انا لا يعني، ما هي اصلها شقين يعني. مصطفى شوبير نجح في تعويض غياب الشناوي مع الاهلي، نعم ام لا؟ لا ما اقدرش اقول نجح، بس ماشي في مشوار ان هو يحط رجله وينجح. رايك ايه نجح دي يعني؟ خلاص رايك ايه في اداؤه النهارده والماتش اللي فات، ورايك ايه عموما كان في الاهلي؟ اداؤه رائع. الحارس مصطفى من 2018 لما صعد، يمكن انا كنت مدرب عام ومدير كوره في الوقت ده، فصعد مع الفريق الاول لعبناه، نزل معانا في التمارين وبتاع، انا اتبسطت من شخصيته. حارس المرمى شخصيه. ايوه. وانا مسكت المكان ده يعني دربت في الاهلي وعارف يعني ايه شخصيه قويه. فمصطفى عجبني جدا في شخصيته، فانا كنت عارف انه هيمشي وهيكمل. كان ناقصه شويه حاجات بالنسبه للبدني، حاجات بالنسبه انما انت عايز تقول في الحته دي انه لسه مشوار. نجح دي يبقى خلاص هو دلوقتي لسه هو في بدايه المشوار. هو ماشي. ماشي. اللي يلعب نهائي افريقيا بالثبات الانفعالي ده ما شاء الله، ده حارس مرمى عالي قوي، ماسك بدايه السكه يعني. اللي ماشي. يلعب اللي بعده. وبعدين عاجبني فيه كمان ان هو رجليه واخداه في ال 18 يعني عنده فوت ورك وعنده حركه، مش بس في الست يارده، لا بيتحرك في ال 18 خايف يعني. ودي حاجه كويسه. تعرضت للظلم في الاهلي بسبب اتهامات باطله بتطفيش كارتيرون ولا سارتي، نعم ام لا؟ طبعا نعم. اللي بعده هي كانت حمله ممنهجه يعني. والله ممنهجه. منع الناشئين من اللعب لاي نادي يبعد عن محل اقامته ب 50 كيلو متر، قرار خاطئ، نعم ام لا؟ منع الناشئين من اللعب لاي نادي يبعد عن محل اقامته ب 50 متر، قرار خاطئ. احنا عندنا نعم. كده في اللائحه. نعم نعم. اللي بعده هناك فرق بالدوري تستخدم قطاع الناشئين للاستثمار وليس للاستفادة الفنية، أرجوكوا الموضوع ده في منتهى الخطورة. ده أول ملف لينا. أرجوكوا. وده أول ملف لينا إن شاء الله، إن هو إحنا الاستثمار ده قضى. هنوقف الموضوع ده. قضى على اللعيبة الصغيرة. وعاملين له ضوابط طبعًا مش هتكلم عنها، بس عاملين له نقط كبيرة جدًا يعني. اللي بعده. روح للاختيارات. الشخص الذي اقنعني بالعمل في اتحاد الكوره رغم ما حدث، جمال علام، محمد بركات، علاء نبيل، او اي اسم مش موجود هنا انت عايز تقوله. كابتن علاء نبيل. اللي بعده لاعب اتوقع تالقه مع حسام حسن بين هؤلاء، زيزو، عبد الله السعيد، محمد عبد المنعم. انا بشوف كده الايه الماتشنج بتاع حسام مع اللعيبه دي، يعني اعتقد اقربهم زيزو. اللي جاي اخر سؤال،
لا بتوقع ان يبتعد عن منتخب مصر مع حسام حسن، النني حجازي، كوكا او اي اسم رابع مش موجود. مش عايز تجاوب على فكره نيني. ممكن ما تجاوبش النني. ها انا اتوقع النني. النني لا اصلا يعني كان في جلسه كده وحد يعني اتوقع النني النني. كابتن يوسف انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا.